السلام. عرفوا التكوين المهني، التشغيل راهو يمر عبر التكوين المهني، ولكن مش اي تكوين مهني، يلزم يكون تكوين مهني عالي الجوده. توا يلزمنا ان نركزوا على الجوده، والمذكره هذه نتاع التفاهم هي في اطار التركيز اكثر ما يمكن من مراكز الامتياز في التكوين المهني. عندنا مركز اللي زرناه امس في المغيره لصناعه مكونات الطائرات، هو كيف كيف بالتعاون مع فرنسا، وعندنا في المستقبل تقريبا 15 مركز، وهذا يندرج في منظومه اصلاح التكوين المهني بصفه عامه. وكيف كيف في اجتماع 5+5 باش تمكنوا الشباب نتاعنا المتخرج من التكوين المهني باش يشتغل في الفضاء الاوروبي، باعتبار انه الشهاده اللي باش ياخوها باش تولي معترف بها في الفضاء الاوروبي، وهذا يحسن بكثير التشغيليه نتاع الشباب نتاعنا. وكما قلت لكم نعاود انه اذا كان راهو نسبه البطاله قاعدة تنخفض حاليا، راه بجزء كبير بفضل جزء كبير هو التكوين المهني اللي هو مطلوب برشا، مش فقط معناها في السوق الداخلية، مش فقط في المؤسسات الداخلية، ولكن أيضا عديد البلدان يطلبون في خريجي التكوين المهني. ونحب نذكر كيف كيف باللي فرنسا راهو عطاتنا 9000 تأشيرة في السنة، و 9000 تأشيرة هذه إن شاء الله باش نسهلوا التشغيلية نتاعها بفضل هالاتفاق هذايا، باعتبار أنه الشهيد نتاع التكوين المهني باش يولي عندها نفس القيمة اللي تسلمها المراكز التكوين المهني في تونس، باش يولي عندها نفس القيمة اللي نتاع شهيد التكوين المهني اللي تسلمها المراكز في فرنسا.